على كيان الدولة الوطنية. محدش يكلمني الكلام اللي احنا بنسمعوه، الحرية ومرشحين يدخلوا الرئاسة. طب هو حد منع حد يدخل انتخابات الرئاسة؟ محدش منع حد. لكن مطلوب من عبد الفتاح السيسي ان يروح يجيب لهم 25,000 توكيل عشان يدخل انتخابات الرئاسة؟ هذا لا يصح. لا عايز ينزل ينافس يبقى ليه شعبية في الشارع، لكن محدش يلقي بخبته على النظام او على الدولة. احنا الايام الجاية يا جماعة هنواجه حرب ممنهجة، الهدف هو مواجهة الدولة المصرية، الهدف هم انهم يطلعوا بره ويقولوا الانتخابات اللي حصلت دي غير شرعية. اعادة انتاج سايكس بيكو مرة اخرى، ولكن هذه المرة لتقسيم الدولة الوطنية الى كانتونات طائفية وعرقية. كل بلد مطلوب تقسيمه لاربع او خمس دول. ادركوا بعد حين من الوقت ان الشعار الذي طرحه جيمس ويلسي رئيس المخابرات المركزية الامريكية الاسبق عشية الحرب على العراق، عندما قال العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي ومصر هي الجائزة الكبرى، ادركوا ان العودة الى مصر والبدء بمصر. سيادة القيادات، النهاردة طبعا حسنا كلها الكلمات، كلها كلمات تتكلم عن انجازات السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، لكن انا ليا يعني وجهة نظر لابد ان احنا نتكلم فيها. احنا كنا عارفين طبعا انجازات سيادة الرئيس، وبندعو الى نزول الجماهير او الغرفة التجارية. معانا السيد رئيس الغرفة التجارية، معانا الوزير،